يعني حاضرين في 18 كان ممكن تسجلوا حتى حنايا كيف ما سجل يعني ايرنانديز. وطبعا يعني التسديده يعني الهوائيه ديال لياميق اللي ارتبطت مات بالقائم، اظن انه الفريق يجب فقط ان يحسن يعني التركيز ديالو، خاصه انه لا يرتكب اخطاء في الدفاع. الارتداد الدفاعي يجب ان يكون يعني سريع جدا حتى نوقف الخطوره وما نشوفوش مثل هذه المحاولات ديال 4-3 او 4-4.